أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد مصطفى الخلفي خلال لقاء إعلامي بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني على أهمية تثمين مبادرات المجتمع المدني في مجال تعزيز الحقوق والحريات وتسيير العمل التطوعي وتشجيع المبادرة المدنية. الوزارة بمناسبة هذا اليوم ستطلق أولى المرحلة الثانية من التكوين بعد المرحلة الأولى التي كانت على مستوى الديمقراطية التشاركية في كيفية تقديم العرائض، رفع الملتمسات الشرعية، تعزيز قدرات الجمعيات كقوة اقتراحية، كقوة مساءلة للفاعل العمومي. أيضا سيقع إطلاق أو فتح ترشيح لعضوية لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني. أيضا سيقع الوقوف عند الخطوات التي تمت فيما يهم المنصة الرقمية لتلقي وتتبع العرائض، الحملة التواصلية حول الديمقراطية التشاركية. هنالك مشاريع تهم المجال القانوني والتي حصل تقدم فيها، تمت إحالة القانون الخاص بالتطوع، هنالك تقدم في القانون الخاص بالإحسان العمومي. واستعرض السيد الخلفي ما تم إنجازه من أوراش في هذا المجال، لا سيما الورش المتعلق بتنزيل أحكام دستور 2011 فيما يرتبط بالمجتمع المدني، بالإضافة إلى تقييم واقع الحياة الجمعوية بالمملكة والتحديات المرتبطة بتعزيز المشاركة في بلورة السياسة العمومية وطنيا ومحليا.